السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شات جي بي تي ليه استخدامات كتيرة نقدر نصيغها بشكل حلو قوي، زي مثلا واجهتني مشكلة معينة في البرنامج فبقول له دي المشكلة وحلها هي، وحتى الآن بتضطر إن أنت توصف. مستقبليا هيبقى هو موجود جوه البرنامج، فتضغط على زرار زي F1 كده مثلا، فيبدأ إن هو يفهم إيه المشكلة ويقول لك الحلول بتاعتها. يعني مش محتاج توصف له المشكلة، مش محتاج تكتب له أنا جات رسالة خطأ كذا، لا ده هو اوتوماتيك هيتصرف ويبقى جزء من البرنامج. يعني مش يبقى دوره في البرنامج ان انا بسأله اسئلة عامة او كده، لا هو تظهر لي مثلا مشكلة، مثلا مش عارف يرسم حاجة معينة فيقول لي مش عارف يرسمها ليه وازاي يحلها، وممكن هو كل اوتوماتيك يحلها. او انا عايز اعمل سي في فبقول له اعمل لي سي في كذا كذا، فهو بيكتبها لي في مثلا حاجة معينة خاصة باختيار نقطة معينة، يعني حاجة في الديزاين يبدأ ان هو يشتغل فيها. تمام، في ديزاين بيلدر مثلا في حتة مش قادر افهمها فبقول له اعملها لي. تمام، وهكذا. في مثلا ايه تاني، في مثلا ضغوط العمل بسأله فيها ازاي نتعامل معاها فهو يجيب لي حاجة مفيدة. لكن اغلب الناس بقى بدأت تركز على حاجات هبلة، فخلينا نشوف الحاجات الهبلة. كنت بدور على حاجة خاصة بمرض السكري ينفع يتبرعوا بالدم ولا لأ، لأن في دول بتسمح ودول مبتسمحش. فظهر لي سؤال ايه هو الحيوان اللي قلبه أبيض؟ تمام، يعني في مشكلة في اللي هو الهيموجلوبين اللي هو الجزء الحيوي بيحتوي على الحديد اللي بيربط الأكسجين. ففي بعض الحيوانات معروف إن اللون عندها بيبقى أزرق زي الأخطبوط وهكذا، الخنفسة أصفر وهكذا، في بعض اللي ممكن تمسيح بيبقى. المهم يعني فالسؤال ببص عليه، فاللي قلت اساله للشات جي بي تي. هو الفكره كلها ان جوجل مرتبط بشات جي بي تي، فاي سؤال بيجي لجوجل بيروح لشات جي بي تي على طول. فراح قايل لي البطه، طبعا اكيد غلط. قلت له اعمل لي اجابه تانية، فراح قايل لي الحمامه. هي الفكرة كلها ان انت ما تعتمدش عليه، لان هو معتمد ان هو بيشوف ايه اكتر كلمة بعد الكلمة دي او ايه اكتر حاجة مرتبطة. فالدجاج طبعا غلط، البطة غلط، الدب القطبي. ليه؟ لان هو لون ابيض، هو ما قدرش يفرق بين لون الحاجة واحنا بنتكلم اللون الدم اللي عنده. طيب تعال نشوف حاجة تانية برضو. قلت له في فيلم مشهور اسمه الارهاب والكباب بيحكي عن ايه؟ ما شفتش الفيلم اسكت. تمام، لا هو بقى بص راح قايل لي ايه، شخص مضطرب بيعاني من مشاكل واعتقد انه امير في العصور الوسطى وبيبيع كباب. تمام، الف قصه من لا شيء. طبعا هو انا اديته 5 6 فرص، والخمس فرص قعد يقول لي حاجات مالهاش علاقه. بيعيش في المانيا وفتحوا محل كباب في المانيا، برضو غلط. هنا برضو صلاح اللي كان مهندس شركة معمارية وراح لبنان، غلط. وبعد كده محمد سعد فتح محل كباب، كل ده غلط. ماشي، طيب وانا بدور ليه برضو سؤال غريب برضو، بيقول لك ايه هو الحيوان اللي بيصوم في رمضان؟ فراح قايل الجمل. يا عم غلط، الحمار غلط، النملة، الاسد. طبعا كل الاجابات دي غلط، لان هو بيدور في جوجل فبيلاقي حاجات زي كده. وطبعا ربنا مش هيخلي فيه حيوان يصوم وهو مش مكلف، يعني الانسان هو المكلف، هو اللي يصوم وهو اللي ياخد حسنات وياخد سيئات، لكن هيصوم ليه وهو مش هيتحاسب عليها؟ هي الفكره كلها من الفيديو ما تثقش في الكلام بتاع شات جي بي تي ولا متاكد. لو انت بتكلمه في حاجه مفيده بتلاقي كلام ممتاز، يعني لو انت بتقول له اعمل لي برنامج بيبقى يجيبها لك وتقعد تعدل شويه تعقيدات لحد ما توصل يعني. لكن الحاجات اللي هي بره النطاق بتاعه هو بيفتي فيها، ما بيقولش معرفش.